طيب انا دحين انا يمكن اشتري سامبرجيني بعدين انا ما معي فلوس بعدين كيف؟ اهم شيء الكشخه شديا الله يرحمن كان يقول كول الخبز الحاف والمويه الساخنه وامسح برطمك بالعسل والناس تحسبنك انك اكلت عسلا وانت بس خبزا حافيا. والله جدتك جدك كان انت كان مره ذكيا مره ذكي الله يرحمه الله يرحم. كيف كان يقول؟ يقول كل لك ايشن كل خبزا حافيا ومويه حتى مو في الثلاجه وامسح برطمك بالعسل والناس ستحسبن انك اكلت عسلا وانت بس خبزا حافا. بس يعني انا لازم يعني انا لازم اسوي سعادة انا يعني انا اكل بس يا فواسا يعني ايش رايك يعني تتسوش واحدة مشهورة؟ قولي ليش يا رندا وكيف؟ ليش اول شيء لازم تكون مشهورة عشان انت تسوي من هنا اعلان وهي تسوي من هنا اعلان وانت تدخل من هنا قروش وهي من هنا قروش وحياتكم بتكون قوية. ولو سوقك طاحن انت وهي سووا نفسكم تطلقتوا وتهاوشتوا والمشاهدات ترتفع. طيب لحظة ايش رايك سوي لحظة ما مثلا بس يعني ما في جواز كيف؟ ايش قلت؟ يعني انا كلمت يعني من هذه يمكن حسنا سافكرا ولا تحط عيونك عليا لان خالتك رندا ما تناظر الا الناس الفخمة. طب انا ترى لا تحط عيونك عليا وخض البصر انا بخطب لك واحدة اخرى. رندا تراه مخطط عليك. ادري مخطط علي. ادري من زينك. يقول لي